من الأرض مثلهم. الحمد لله الذي جعل المتقين جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسلم وأسلم على من جاء بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي رب. أما بعد، أهل الكرام، لكم الشكر من قبل ومن بعد، وخاصة الرعية لهذه البلاد. منهم من قضى نهب، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا في سبيل الدين والوطن والمواطن. كما أشكر كل الممثلين لجميع القبائل على اختلاف ألسنتهم وألوانهم لمشاركتهم لنا في هذه المناسبة. وكما نشكر للإخوة الذين هيوا لنا هذا المكان وقالوا لنا ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا جميعا ما في صدورنا من غل، ونحن إخوانا على سرر متقابلين. صحيح إذا أردنا نتكلم الوقت لا يتسع. وبنشكر كل الإخوة ممثل اللجنة الشعبية والممثلة المحلية وكل الإخوة بدون ما نذكر أسماءهم لأنه ما حافظ الأسماء. صحيح أردت أن أقول شيء ما في بناء النسيج الاجتماعي، لأن هذا هو أيضا النسيج الاجتماعي. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أهلي وزملائي الفدار في الإدارة الأهلية، أي إنسان إذا قال أصله هو عمدة قبيلة في نفسه أو أمير قبيلة كذب على نفسه، لأن أنت أصلا ابن أخوك أو ابن أمك من قبيلة تانية أو ابن خالتك أو ابن عمتك، ما تودي وين، كلهم أنت أصل رجل قومي. لذلك في فتح مكة قالوا من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، لأنه أصلا رجل إدارة أهلي أيا كان دخل في داره فهو آمن. لذلك إنه نحن كقيادات نوحد القبائل ونبني على كيان واحد. الشيء الثاني كما ذكروا شباب كل المواضيع، الدور المرأة والرجل، الأسرة مع الأبناء.